السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبألف خير ان شاء الله. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض الكفتة المشوية في الفرن. معايا نص كيلو لحمة مفرومة، ومعايا بصلة مبشورة ومتصفية من ميتها كويس جدا، معايا كمان ملح حسب الرغبة، نص معلقة فلفل، نص معلقة بهار ورشة قرنفل، وربع معلقة صغيرة من القرفة. اللحمة بتاعتنا لازم تكون سقعانة، ما تكونش فكت قوي، ولو فكت قوي هنحطها في مصفى لحد ما تتخلص من كل السوائل الزايدة اللي فيها. دلوقتي هضيف البصلة وهضيف التوابل بتاعتي وهقلبهم مع اللحمة بتاعتي كويس جدا، هقلبها كأني بعجن بالظبط لحد ما اتأكد ان اللحمة بتاعتي كلها اختلطت بالتوابل وبالبصل كويس جدا. متنسوش بقى تحطولي لايك لو الطريقة عجبتكم، وتشتركوا في القناة لو لسه جداد، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. دلوقتي بعد ما عجنت اللحمة بتاعتي كويس جدا جدا، هبتدي اكبسها عشان تكون متماسكة، وهسيبها في التلاجة لمدة ربع ساعة. بعد ما عدى ربع ساعة على اللحمة في التلاجة، هنبتدي دلوقتي نصبعها. انا هصبع اللحمة بدون ما استعين بسيخ ولا بعدين شيش طاووق ولا اي حاجة، لان اللحمة تبقى متماسكة معاكي جدا جدا زي ما هتشوفي معايا دلوقتي، ولا هتفك منك اثناء وانت بتصبعيها يعني، ولا هتفك منك اثناء السوى، وهتبقى حلوة جدا جدا ومستوية وفي نفس الوقت جوسي. هحطها في الصينية بتاعتي من غير مضيف اي مادة دهنية على الصينية، وبعد كده هدخلها في الفرن لمدة تلت ساعة على درجة حرارة عالية، وبعد كده هولع لها فحمة بنفس الطريقة اللي عملناها مع بعض في فيديو الكبسة. اللي ما شافتش الفيديو هسيب لها اللينك في صندوق الوصف لو حابين تشوفوه. بس كده وبألف هنا وشفا. ما تنسيش بقى لو الطريقة عجبتك والفيديو عجبك تحطي لي لايك وتعملي شير للفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله، وما تنسيش تقولي لي رأيك في كومنت.